ثم ذكر فيما اعتقد رحمه الله تعالى الإمام الضحاك رحمه الله أن نشهد أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة. فمن عبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد، ومن كذب النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد أنه رسول. العبودية، النبي صلى الله عليه وسلم عبد، يعني هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. وعبد أي ليس له شيء من خصائص الربوبية، فالذي يبتدع في دين الله هذا لم يشهد أنه عبد في الحقيقة، الذي يعبد النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد أنه عبد عليه الصلاة والسلام. نعم، الله سبحانه وتعالى اختار هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن نكون أتباعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. الله، فهذه الفضائل التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أسري به ليلة الإسراء والمعراج، وأكرم إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام لمن؟ لأمته عليه الصلاة والسلام. أول من يستفتح لدخول الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل هو عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جعلنا وإياكم منه. نعم يا شيخ. وإنه خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة، فكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب والله وكافر كفرا أكبر. نعم. وإمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الآن أتقى الخلق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما جاء نفر وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنا، وقال ما قال. فقال قام النبي عندما سمع عليه الصلاة والسلام، قال أما إني أتقاكم لله. قال إمام الأتقياء، يعني لا يمكن أن يأتي أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ويريد يقرن هذا لك أن التقوى درجات، الناس في التقوى درجة، وأعلى درجة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتساوى مع النبي عليه الصلاة والسلام أحد، لأنه قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي قال فليس مني، حتى وإن كنا نراه أنه متقي فيما نرى نحن الآن. نعم. سيد عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. حبيب رب العالمين، لو قال المؤلف وخليل رب العالمين لكان أفضل، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، وهذا يعني من المواضع التي يعني ليس فيها إشكال، يعني ذاك الإشكال، لكن أعلى وصف ليس المحبة، أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، هذا أعلى وصف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا نقول هو خليل رب العالمين، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، ونحن فيما نعلم لم تثبت الخلة إلا لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، ومن قال أن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام
ومحمد حبيب الله عليه الصلاة والسلام هذا فيه تنقص الحق النبي صلى الله عليه وسلم. الخلة أعلى درجات المحبة، المحبة الثابتة لله. نحن أخواننا نثبت لله أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة. محبة نثبتها لله، والود وهو الغفور الودود، والخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، أعلى درجة المحبة الخلة. نعم. وكل ذلك من لا بد أننا نكذب كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفر كفر أكبر. ولهذا ما يمكن أن أحد يعتقد أن الوحي قد ينزل عليه. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة هذا أثر فيهم عمليا، يعني عندهم أشياء في المعتقد هذه أثرت عليهم عمليا. كيف؟ كان يصلي في بيته ولا يوجد أحد، وهو يصلي رأى نور يأتي من جهة قبلته، من جهة القبلة، وثم اشتد النور ثم رأى شيئا على عرش، وهذا الذي على العرش قال لهذا، قال أي عبدي فلان، يعني سماه باسم، إنني أنا ربك. ماذا صنع هذا؟ معتقد ماذا؟ أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، أكرمكم الله، بصق في وجهه، قال اخسع عدو الله، يعني شيطان. هذا معتقد يا اخواننا عندنا، معتقد اهل السنه والجماعه. فالمعتقد عندنا ما يمكن نصدق بان احد ياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنبوه او برساله او يدعي علم الغيب. صحيح؟ نعم. وهو المبعوث الى هذه الجد وكافه الورى. لماذا اقول هذا الكلام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الثقلين الجن والانس، يريد ان يقرر والله اعلم ما قاله الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ان كل من بلغته دعوه محمد عليه الصلاه والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر اكبر، يهودي نصراني مجوس. مفهوم؟ لان النبي كان يبعث الى قوم خاصه، وبعث عليه الصلاه والسلام للناس كافر. نعم. وهو المبعوث الى عالم الجن وكافه الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم. بعث عليه الصلاه والسلام وترك الامه على بيضاء نقي، وبعث عليه الصلاه والسلام بهذه الشريعه، الشريعه الكامله، وختم الله سبحانه وتعالى به الدين، واكمل الله سبحانه وتعالى له هذا الدين وهذه الشريعه. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.